السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي جريدة الحدث 24، مرحبا بكم معنا من حي الشعبي الشهير بمدينة فاس، حي سيدي بوجيدة. كما كتشوفوا معنا هادو فرقة مسرحية ديال أولاد حي شعبي سيدي بوجيدة المعروف على مستوى مدينة فاس، اللي كيديروا فرقة مسرحية في واحد المنزل ديال واحد السيد اللي عنده غيرة على الشباب ديال أولاد الحومة ديالو، يعني بعد ما ملقاوش فضاء فين يديروا المسرحية ديالهم والأعمال الإبداعية ديالهم، عطيهم هذا الفضاء كما كتشوفوا اللي كي يبرزوا فيهم المواهب ديالهم. هادو مجموعة ديال الشباب اللي غنخليوكم مع أحد هاد الفرقة هادي اللي غادي يهضر لينا بخصوص الفرقة المسرحية والسبب اللي خلاهم يديروا هاد الفرقة وشنو الغاية ديالهم والهدف ديالهم منها. واخا السلام عليكم سيد سيد العبدي. العابد ولا العبدية؟ ليه كان سيد العبدي ومولاي عابد هو شخصيا. عليكم السلام، معكم ايوب التومي 28 سنة من فرقة مولاي العابد. الدراري تبارك الله كاملين معنا. الحمد لله استطعنا اننا نبتكروا فكرة اللي مازال ما كايناش في المغرب، كنحيو بها التراث الوطني ديالنا. حنايا مجموعة من الشباب من سيدي بوجيدة من حي شعبي، استطعنا نديروا واحد السلسلة اللي كتكلم على التراث المغربي وكتكلم على كيفاش الانسان كيبغي يتروش، كيفاش كيبغي يتروش، شنو كيقدر يدير. حنا عندنا هذه السلسله كتعبر على الناس اللي باغيين يتعلقوا في التروه، باغيين يحيدوا اللي كانوا يطلعوهم. هذا هو اللي كاين معنا الدراري. او السير مهور واخا نزيدوا تما عطينا الاسماء ديال الاعضاء ديال الفرقه. معنا السي المزقلدي. هذا هو السي المزقلدي. تبارك الله عليك. معنا ولد عبو. السلام عليكم. تبارك الله. معنا السي اشحاق جا من اسرائيل، الطائفة اليهودية. أبو عليكم. معنا هذا السي المهور خلاص. معنا السي الفرغوغي. السلام عليكم. معنا السي القماط. أبو نيدي ديكا. معنا السي الهبة. هذا هو السي الهبة. السي هالك العدول ديالنا والسي هويلك والأستاذ بلا معفر. تبارك الله عليك. يعني هذو كاملين شباب من احنا كامل أبناء الحي. هذه هي الموهبة، ما مأطرينش، ما عندناش فضاء فين تأطروا، ما عندناش معاهد فين نقراو، ما عندناش إمكانيات مادية ولا معنوية. يعني فاش كنفيقوا كنتلاقى الدراري كاملين خوتين نمشيو نديروا شي حلقة من السلسلة، تيقول لك يالله. بالنسبة للكتابة ديال السيناريوهات، الكتابة ديال السيناريو كل واحد فينا كيعطيه جزء. فاش كنجلسوا كاملين كل واحد كيعطيه فكرة، الآخر كيعطي فكرة، حتى كنتحدوا كنجمعوا فكرة وحدة هي هذيك كنطبقوها. بالنسبه ما كاينش شي دعم من شي جهه معينه. ما كاين حتى شي دعم اخويا، حنايا كندعموا راسنا براسنا ودعمين الدراري ديال الحومه. مثلا غير الفواكه، هاد الفواكه دعمنا الاستاذ بدريس، راه هو فين جالس مسكين. هادو ولاد الحومه، هادو هما الداعمين، هادو هما لي سبونسور، هادو هما لي سبونسور ديالنا. غير ولاد الحومة، أي واحد مسكين عنده شي حاجة قديمة قدميرية كنوقفوا عليه، خويا بغينا الحاجة الفلان فلانية كيقول لنا هاك. واخا ما حاولتوش مثلا ديروا شي طلب لوزارة الثقافة ولا المديرية الجهوية ديال وزارة الثقافة؟ لا ما حاولناش حاليا، كنحاولوا باش نديروا فكرة اللي هي هواة الفن السابع اللي غادي تكون الجمعية إن شاء الله، ولكن إلا قدوا يساعدونا المعاهد ومن خصنا توريزاسيون من وزارة الشباب والثقافة. بغينا ناخذوا فكره
يمولونا يعطيونا شويه ديال الدعم غادي ناخذوا فضاء، لان تقريبا الفكره عجبت اي واحد، فكره ما كايناش. هذا الفضاء هذا مسكين غير السيد راه والله يجازيك بخير، مسكين راه هو فين جالس الله يجازيه بخير، هو اللي عطينا الفضاء ديالو. هذه راه دارو هذه دارو مسكين، وقفنا عليه قلنا له عمي الحاج بغينا الدار نديروا فيها واحد الفقره واحد السلسله، قال لنا مرحبا بكم. الا ما كانش هو، وبعض المرات اقسم لك بالله فين كنمشيو نمثلو؟ في زالا في الخلا في الشمس، الشمس ديال زهر السبعه كانت دازت علينا باش خرجنا واحد السبعه ولا شي حاجه. لا ما لا والو ما كاينينش اخر، خص ضروري يكون شي تقطير ولا شي جمعيه ضروري. ضروري ولكن ما كاينينش. احنا هضرنا مع ناس دابا، انت اللي عيطتيلي، يعني هذه راه مبادره عجباتنا وفرحاتنا كاملين. كصفحة ديال الحادث 24 عيطت لنا، جاتنا قداش ووجدنا ومشينا وجرينا، فهمتي؟ يعني جاتنا قداش انكم فكرتوا فينا تجيو ديروا معنا هذا الانترفيو. الحمد لله وشكرا بزاف اخي. حنا مازالين دابا مبتدئين، كنطوروا راسنا شويه بشويه، واحد كيساعد واحد، وكنتمنوا من الله مثلا الا كان شي دعم من شي جهه مرحبا بهم. كتفكروا ديروا جمعيه؟ كنفكروا نديروا، كنفكروا جمعيه تفتح لكم افاق. تشاركوا حتى في المسرح ديال الهواف ولا المسرح؟ كنفكروا نديروها اخاي، كنفكروا نديروها، ولكن الدعم ما كاينش، لي سبونسور ما كاينش اللي يدعمنا. انا قلت لك الامكانيات ما كايناش. الجمعيه فكرت فيها انا بوحدي، وقلتها للدراري، قلت لهم نديروا جمعيه هو الفن السابع لمنطقه سيدي بوجيده. سيدي بوجيده حي، سيدي بوجيده عطى بزاف ديال الرياضيين، عطى الناس، عطى فنانين، عطى بزاف. يعني انتم اخر العنقود، يعني انتم الجيل ديالكم باغي حتى انتم تبداو ديروا شي حاجه. بالنسبه للمسؤولين في الجهه ديال سيدي بوجيده، انا كنطالب الثقافه ولا على المنتخبين، هادي شنو تبغيو تقولوا لهم انتم كشباب؟ حنا كمواهب كنبغيو نقولوا لهم التفتوا لينا، شوفوا في الشباب، لاننا حنا الاساس ديال الجيل اللي جاي. ما بغيناش نلتجئوا للمخدرات، ما بغيناش نلتجئوا لبزاف ديال الحوايج. انا جريت معايا الدراري صحابي كاملين، فعاود ما نخليه جالس في قهوه تنقول له يلا اعطيني الموهبه اللي عندك، كيجلس بنادم كيبدع. ها هو مثلا بنادم اسماعيل معانا من شحال هذا، واكتشفنا فيه انه فنان بالفطره، ممثل بالفطره. معانا كذلك الخوت هالك عالا، يعني كامل الدراري، هذا الاستاذ هذا تبارك الله السي المزقل، كاملين هما ممثلين بالفطره. بالفطره ما حتى شي واحد ما عنده خبره ولا، كل واحد فيهم كتعطيه الدور اللي غادي يتقمصو، كيتقن الدور ديالو. كنعطيه الدور كيجي عندي كيقول لي راني حافظ نازك. السي المزقلدي كان خدام عندنا جاسوس، جاسوس في القبيله، هذا هو المزقلدي ديالنا. مثلا السي القماط عطيتو المكحله قبطها قنصني كان يجيبني روان، فهمتيني؟ يعني الدراري تبارك الله كيبدعوا كيزيدوا من عندهم. انا تنقول له مثلا نقول هذه، هو تيقول جوج حوايج، هذاك كيجتهد. هذا هو اللي كاين. ونعطيكم السي محسن يقول الكلمه. واحد سؤال اخير. مرحبا. بالنسبه لمدينه فاس ما واخداش حقها من الفن، ولكن حتى اعلاميا كاين اللي كيقول لكم مظلومه اعلاميا، مظلوم مدينه الاجرام خصوصا الحياة الشعبيه. بصح شباب، كل شيء وجوه كاملين شباب، كل شيء شباب. شنو يمكن لكم تقولوا على هذا؟ على حسب كاينين الاحياء اللي فيهم. نخليو تفضلوا السي الفرغوغي. السلام عليكم. السلام عليكم. على حسب والاسم ديالك الفني؟ اسماعيل حمادي الفرغوغي. مقدم الفرغوغي. واخا السي الفرغوغي، على حسب الاحياء، هاد الكلمه اللي قلتها خاي ديال الاجرام مع فاس، ما على حسب الاحياء. كاينين دراوري اللي هما ولاد عائله خاطيهم بحال دابا هادشي ديال المشاكل. دا واخا انتوما كقدوه للدراري الصغار مثلا المراهقين، شنو من خلال هاد الاعمال ديالكم؟ عندكم صفحه فيسبوكيه، شو سميت الصفحه الفيسبوكيه ديالكم؟ مولاي لعب. الصفحه الفيسبوكيه فيها كتنشروا جميع الاعمال ديالكم. جميع الاعمال عندكم انت غتقول لها الحلقه ديالي. شنو كتبغيو توصلوا ميساج للدراري المراهقين والدراري اللي كيقراو والدراري القصير؟ حنا كنبغيو نقولوا لهم زعما ما يتجهوش لشي حوايج اللي هما فريه، مخدرات، شي حاجات اللي خرجوا عليهم. كنتمنوا من الدراري الصغار يكونوا احسن منا، يعطيو شي حاجه احسن منا. هذه هي الهضره. يحاول يتبعها. هذه هي الهضره. الله يخليك. الصحاب السي اسحاق
السي اسحاق اللي كيخليك معايا، السي اسحاق اللي كيجسد الدور ديال واحد من الجاليه اليهوديه، ياك؟ واخا مرحبا السي اسحاق. شكرا، ربي يخليك. شالوم، بو عليكم. شكرا بزاف. الاسم ديالك اخويا؟ سميتي محسن هورش، 37 سنه. الدور اللي كتجسد هو الدور ديال واحد القبيله قريبه لسيد العابد، من الطائفه اليهوديه يعني، وبيناتنا يعني التجاره، بيناتنا بزاف ديال الحوايج، فهمتيني؟ وانا جيت الدور هذا اللي جسدتي انت، واش بحثتي فيه شويه، قريتي عليه شويه، ولا غير شنقول لك شي شويه وصافي، حيت بحكم كنتفرج بزاف في هاد الافلام ديال الثقافه يعني القدامين، كنتفرج فيهم داك السي اسحاق اللي جا مع حديد دان، يعني خديت منه واحد شويه، خديت من هنا من هنا، وعجبني داك التقماص ديال داك الدور ديالو، فهمتيني؟ بغيت انا نمشي بداك الطريق. اييه شنو تبغي تقول انت للشباب ولا للنخبه ديالك ولا كاع الاحياء الشعبيه؟ واش نقول لك؟ اي واحد يمشي غير في الطريق مزيانه، ما يمشيش لداك الطريق الفريه، واللي عنده شي موهبه هي في الكره، هي في الجري، هي في اي حاجه، في اي حاجه يمشي لها الا المخدرات. انا بحكم فاس فيما مشيتي، راك كتعرف انت، راك كتعرف فاس، اي بلاصه دايرين كاينين صحاب التخدير، يعني كاين القرقوبي، كاين صحاب الحشيش، كاين كذا. حنا هاد الشباب هادو كنشوفوا كيفاش نديروا، نبعدوهم على هاد الشيء، فهمتيني؟ والسلطات كذلك خصها تعاوننا في هاد الشيء، لان راه بزاف، فهمتيني؟ يعني لو فرضتم غير طلاق، ممكن ان شباب صغار ولا كل شيء. احنا ما عندناش هادشي، ديور الشباب اللي دايرين كذا، حتى شي واحد ما تيمشي لهم. علاش؟ حيت ما كاينش الدعم، ما كاينش بزاف الحوايج، ما والو، ما كيقولولكش. كتمشي لعندهم كطلبهم غير شي حاجه، كيقول لك لا ما عندناش، ما كاينش، فهمتيني؟ شكرا بزاف. اسحاق، غنوليو نمشيو لعند السي عابد. واخا السي عابد، خليك بليسك. شكرا سي عابد اخويا. الصفحه الفيسبوكيه عندنا صفحه فيسبوكيه اللي سميتها مولاي العابد، عندنا صفحه في اليوتيوب حتى هي مولاي العابد، كنشروا دابا عندنا 7 ديال الحلقات، راه سلسله هذه ديال مولاي عابد. هذه الفكره جات كيفاش كيتمحور الفيلم السلسلة، عندنا سلسلة مثلا مولاي العابد شخصية مازال ما غاديش تبان، وشخصية مولاي العابد غادي يكون واحد الفنان كبير إن شاء الله تواصل معنا، قال لنا غادي نكون فنان كبير من التلفازة المغربية، عنده تبارك الله. لا ماشي من فاس، من الدار البيضاء، مسكين شاف السلسلة وعجباته، وتواصلنا مع واحد الصديق عبد الرحيم العمراني، الفنان عبد الرحيم العمراني من مراكش، تواصلنا معاه، قال لنا داك السيد راه غادي يخدم لكم هو مولاي العابد. مولاي العابد شخصيه اللي كيكون حاكم القريه او القبيله، وكنكون سيد العبدي اليد اليمين ديالو، وكنولي طامع في الحكم. ما نحرقوش المراحل، نخليو حتى المتابعين ديالكم اللي مرحبا ومتابعوكم. مرحبا. الصفحه مولاي العابد بالعربيه ومولاي العابد بالفرنسي. واخا شي رساله اللي تبغي توجهها للمسؤولين على وزاره الثقافه من اجل هاد المجموعه ديال الشباب؟ رساله، احتضنوا الشباب، احتضنوا الدراري الصغار، ديروا افاق، فتحوا ديور شباب باش يتاثروا الوليدات والدراري. حنا مثلا ما نهضروش على راسنا، نهضروا على الشباب اللي على الجيل اللي طالع، الدراري الصغار. انتم اجا حمزه، اجا مهدي، خلي الدراري الصغير هادو الدراري صغارين، يعني بغيت نقول لك هما مولوعين، عاجبهم الحال، وكيقولوا لي خويا بغينا نمشيو نتفرجوا. مرحبا. الرساله اللي يعني كاينين وليدات صغارين اللي كيدخلوا مع هاد الشباب لهذا الفضاء هذا اللي كيمثلوا فيه، وكيعجبهم هادشي اللي كيديروا، ومتاثرين بهادشي اللي كيديروا. يعني هاد الشباب هادو كيخصهم فقط اللي ياخذ باليد ديالهم وياثرهم، سواء في جمعيات، سواء في دور الشباب. واخا كمل لي الفكره اللي بغيت نوصل هي احتضنوا الشباب، افتحوا افاق، اعطيو مشاريع باش نوضوا نخدموا على راسنا، حيت تقريبا هاد الشباب كاملين اللي معنا ما خدامينش. هذه نقطة، وكنتقاتلوا وكنكافحوا وغاديين الحمد لله برضا الوالدين ورضا الله سبحانه وتعالى، وكنتمنى من الوزارة تلتفت تشوف نظرة، لأن المحتوى مزيون، كاينين الدراري عندهم طاقات، ولكن فين يفجرها ما كاينش.
هذا هو السبب اللي كيخلي الدراري يتجهوا للبليات، يتجهوا بزاف د الحوايج، ما خدامش كيبغى يدوخ الراس باش ينسى الواقع اللي عايش فيه. هذه هي الرساله اللي بغيت نوجهها للاساتذه ودار الشباب والجمعيات. شكرا بزاف خويا. يعني كملوا الدور ديال كملوا الخدمه ديالكم. سير انت جلس في الله يسك باش ما تبانش، واخا غنخليوكم كما كتشوفوا معنا متابعينا غيكملوا الدور ديالهم. قطعناهم بالنسبه للدور وهما مازالين خدامين. هذه هي الفرقه المسرحيه ديال اولاد سيدي بوجيده اللي كتشوفوهم بهذه الطريقه كيفاش خدامين. قطعناهم هما خدامين باش ناخذوا معهم الارتسامات ديالهم وكيفاش كيخدموا. كتشوفوا معنا متابعينا بدون تأطير بدون اي حاجه، غير بيناتهم الشباب كل واحد كيعطي فكره باش يكملوا السلسله ديالهم. هذه هي الاجواء، هذا الفضاء كما اشرنا من قبل، هذا الفضاء هذا ديال واحد السيد اللي هو في الخلف ديالنا ما باغيش يبان بالوجه ديالو، اللي موفر لهم هذا الفضاء اللي كيمثلوا فيه. هادو هما الشباب اللي لابسين بالزي التقليدي كاملين. يعني الغايه ديالنا من هذا المباشر هو اننا نشجعوا بحال هاد الشباب اللي كل وحدين كيبداوا في مجال، سواء كاينين اللي في كرة القدم، كاينين اللي في المسرح، كل وحدين في مجال. هادو شباب اللي كيبداوا في المسرح عندهم مع التمثيل وكيبداوا بهذه الطريقه اللي كتشوفوا معانا. لا غيوقف
الحمد لله. الحمد لله. كيف حالك؟ واحنا بخير الحمد لله. بداية السيئة رحناه. إي والله سيادتي. إي تبارك الله. شكرا مع ماشي. تبارك الله، عجبتيني الأمانة اللي وصلت لك بها. عينا مع ماشي. ياك يا سيدي. موجود. ياك شي ربيع. ياك يا سيدي. ياك شي ربيع. إيوا عمر ما شفت. أشيدي أنا موشي. عمر. أشنو في الملعب؟ كبلوا كبلوا نعم. إيوا عندي ما نقول لك. راه عندي ما نقول لك بلي وقفتي معايا في جلطة. الله يجعلكم في الله. راك عارف اللي مهور راه مهور. تبارك الله، علاش انا جيت سميتك السي مهور؟ ايوا راك عارف. كي داير هاد الشيء السي صحا؟ مليح. انا نعم. مليح مع ماشي. كتعجبني. كي جاك هاد الشيء معاك؟ المليح مع ماشي. الله يخليك ليا براك. ابو عزيز. الله يخليك ليا براك. شحتك مع ماشي. شحتك. الله يعطيك الصحة. عطي الكرامة، عطي صحة الكرامة. نكبلك بيد السي المهور. الله يعطيك الصحة. الله يعطيك الصحة. رد عليك. رد عليك. أنا كما شفتوا معنا متابعينا، هذه فرقة ديال أولاد حي شعبي كي جسدوا سلسلة كيمثلوا سلسلة ديال اللي كتوحي من التقاليد المغربية والثقافة المغربية القديمة. هادو فريق ديال أولاد سيدي بوجيدة. تحية لكم متابعينا.